مظبوط اللي سمعته؟ انك انت عم بتحرضي بنات السكن مشان تنزعج فريحه من المشاكل اللي عم يعملوها معه وبالاخير ترجع لامير؟ مظبوط. ايش هو هاد؟ والله الدنيا كتير عجيبه على فكره. هاندا انت منيحه؟ انت منتبهه انك عم تعملي كل هالشغلات المنيحه كتير ومن شان مين؟ بس من شان فريحه ترجع لامير؟ انا فريحه ما بتهمني ابدا، بس ما بتحمل شوف امير زعلان، وهو عن جد زعلان. اذا كان رح يفرح برجعه فريحه فانا رح اعمل هذا الشيء، وانت لازم تفهمي علي. مبين مفكرة بموضوع أمير منيح. شو فيني أقول؟ خليني أقول عقبال عند كوراي. لا تدخلي كوراي بالنص. إسعاد كوراي أسهل بكتير من إسعاد أمير على فكرة. كوني على ثقة، أنا ما بقدر إسعد كوراي أحساب سعادتي أنا أبداً نيلاي. وكأنك كتير سعيدة هلأ. على كلين، امبارح شفت الحامل من أمير عند الكوفير. وأنتي من وين بتعرفيها؟ شو بكي ليش تضايقتي؟ استني، انت معك رقم تليفونه؟ ايه معي، بس شو بدك تعملي فيه؟ انا كان في بيني وبينها سلام، خلينا نتعرف على هالخانم عن قريب. خرب الدنيا. ايه هاندا، الو رويا، كيفكن؟ تمام، انت كيفك؟ على حطيت ايدك. شو وينها هاندا؟ صار عندها شغل وراحت. شغل شو هاد؟ راحت تعمل داي. شو راحت تعمل؟ لك هي اللي حامل من امير. ايه؟ راحت تلتقي فيها بالكافيتيريا. مرة تانية بلشت تتدخل. برافو، عن جد برافو. وانا عم اقول وينها هالبنت، غايبة من سنين. حتى بالليل ما كنتي تبيني قدام عيوني. مبين كم ماهي؟ مزبوط، صار في إلي سبب مهم من بعد اللي صار. شكلك عن جد حاطة آخر نقطة. كتير انصدمت لما قريت الخبر. صديقي المتزوج طلع عنده صديقة حامل منه. هنن مبالغين شوي بالخبر. انتي بتعرفي الصحافة منيح. بعدين أنا كمان ما بعرف إنه متزوج. كانت صدمة بالنسبة إلي كمان. ليكي رويا، حبهم لبعضهم تخطى كتير من المشاكل الصعبة، وأنا كنت أكبر مشكلة بيناتهم، وقديش قضوا أوقات صعبة ليكونوا مع بعض. حتى أنا ما قدرت أبعدهم. إذا هي هي غايتك، وحتى رغم يلي ببطنك، صدقيني ما رح تقدري تبعديهم عن بعض. بس أنا ما عم حارب حدا، حالياً عم فكر بس بابني وبحياته. بس أمير مو مصدقك بنوم. بس يولد ابني رح يصدق. طيب ليش ما استنيتي لحتى تولدي؟ كانت مستاهلة يعني تعملي كل هالشي؟ أكيد بعد ما تولدي كانوا رح يعملوا الفحص، وأنتي ما كنتي عشتي كل هالشي. شوفي، إذا أنا بحبل من ليلة واحدة قضيتها مع واحد وكمان ما اكتشف حملي إلا بعد كل هالمدة الطويلة، رح كون غبية كتير. ماشي، حتى ما بظن إنه في حدا غبي لهالدرجة. أنت عم تلمحي لشو؟ رويا، بعرف فخ الجريدة اللي نصبتيه لأمير. إذا ما كان أمير هو أبو اللي ببطنك وكان في عندك أي شك، لا تتحدي كتير هالقد، تراجعي، لأنك بعد فترة قصيرة رح تتبهدلي. وأنت بتعرفي علاقتي كتير منيحة بالصحافة. فكري مرة تانية. ما تغير شي، ما هيك هاندا؟ بعدك مثل ما انتي، لساتك ملعبي. عم تلعبي من شان امير؟ طبعا، اجيت لهون وشفتني قاعدة مع رويا فحللت على كيفك انت، ما هيك؟ كنت مصدق هالمرة عن جد، رغم كل الشي اللي صار وكل الشي اللي عملتيه هاندا، ورغم هيك كنت مصدقك كمان. كوراي، لا تحكي كلام سخيف وما له معنى. كلام سخيف؟ لما كنت معك حياتي ما كانت إلى معنى. ما في شي تغير، ما هيك؟ لا أنت تغيرتي، ولا مشاعرك تجاه أمير، ولا حتى غبائي اللي ما له حدود تغير. ما بعرف إذا أمير اللي طلب منك تهدديني ولا مرته، بس على كل حال لما أجيب هالولد كلكم رح تخجلوا من حالكم. أنت هددتيها لهديك المرأة مشان أمير وفريحة؟ شفت؟ طلعت أنت معك حق،
أنا عم بلعب مشان أمير. صارت كتير شغلات جديدة بحياتي وأنا عم اهتم بمشاكل أمير. شي بخوف يا بتصير معك كتير شغلات لا بتكون على البال ولا على الخاطر، وبتصير حتى حياتك ما عاد تكون مثل الأول مشان فريحة أو مشان أمير أو حتى هديك المرة الحامل والولد يلي جاي. عن جد شي فظيع. بس أنا ما بيهمني ولا واحد من اللي عديتيهم عدا اللي صار مع أمير، والأكتر طبعا فريحة. إذا فريحة مو مبسوطة أمير ما بيكون مبسوط. هاندا أنت مهتمة لهالدرجة؟ أنا ماني مصدقة، يعني أمير بالنهاية كان... حتى أنت مو مصدقة، ما هيك؟ كوراي كمان مو مصدق. بجوز إذا حكيت لأمير هو كمان ما يصدق، بس المهم أنا مصدقة حالي، لأنه أنا الوحيدة اللي بعرف بشو عم حس بالضبط. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.